السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة. في هذا الفيديو سأتكلم عن المنحة الجامعية دائما يا طلبتي الكرام. هو أنه البارحة قمت بعمل فيديو يتضمن تحديث منصة منحتي، أنه المنصة تم تحديثها وأنه هنالك إضافات جديدة تكلمت عليها البارحة، أنه يمكنك وضع رقم الهاتف في حالة ما أنه يسحقه والله أرامي عايطولك. كذلك يمكنك تحميل وصل إيداع طلب المنحة الجامعية، وهنالك أيضا إضافة جديدة متعلقة بهل تم القبول أو الرفض، وسأتكلم عنها مرة أخرى لأني تكلمت عليها البارحة. هو أنه يجب على الطلبة التأكد من إدراج جميع الملفات المطلوبة منكم في منصة منحتي. تم رفض أكثر من 400 طالب في السنة الأولى جامعي طور الليسونس بسبب هذا الخطأ، فبالتالي يجب عليك الدخول إلى المنصة والتأكد أنك ما درتش هذا الخطأ، وهو المتعلق بالضرائب. كاين اللي داروا بالديون هنا، أنه الموقع راح يرفضك آليا، منصة منحتي أو موقع منحتي أنه راح يرفضك الموقع آليا، لازم أنك تدير صافي، وهنا دير نو ما دير شوي، اتفقنا؟ دير نو. هل استفدت من علاوة؟ دير لا، ما ديرش نعم، إذا درت نعم راح يرفضك الموقع آليا، حتى وأنه وضعت الملف المطلوب، اتفقنا؟ ما تنساش تحط الهاتف تاعك كون يسحقوك والله أونكا. بعدها أنه راح نتكلم على الملف المطلوب، هو أنه وظيفة الوالدين، أنت مثلا حطيت بويك ما يخدمش والأم تاعك ما تخدمش، أنت في الملف أنك واش دير؟ دير شهادة عدم العمل تاع الأم وتاع الأب، حسب كل حالة تاع طالب. مثلا أنت هنايا درت موظف، هنا تجيب كشف الراتب السنوي تاع الأب والأم ما تخدمش، تجيب شهادة عدم العمل من البلدية، يروح الأب فقط يديرها، اتفقنا؟ مثلا بويك متقاعد، أنه تجيب كشف المعاشات. مثلا أنت هنايا درت باللي بويك حرفي أو تاجر، أنه تجيب سيفان من مصلحة الضرائب، وكذلك شهادة عدم الخضوع للضريبة، وكذلك نفس الشيء مع الأم. وش درت أنت في وظيفة الوالدين؟ وش تحط أنت في الملف؟ اتفقنا؟ عندك هنا في حالة الاجتماعية للوالدين، أنه مثلا أنت درت هنا ديفورسي، هنا تدير حكم القضائي للطلاق، ها كما هو مبين في الصورة، ها الحكم القضائي الخاص بالأولياء المطلقين، لأنه أنت هنا في الحالة الاجتماعية درت ديفورسي، فبالتالي الملف أنه تحط الحكم القضائي تاع الطلاق، اتفقنا؟ حسب واش درت أنت في الحالة الاجتماعية وظيفة الوالدين دير أنت في الملف. كاين حالات أخرى مثلا للمتزوجات، أنه ديروا عقد الزواج في أوتر دوكيمون، ديروا شهادة عدم العمل، ديروا كذلك كشف الراتب السنوي تاع الزوج، اتفقنا؟ كاين حالات أخرى، ولكن معظم الحالات هو أنه متمثلة في كشف الراتب السنوي للأولياء، وعندك ثاني تاع الحرفيين أو التجار، وعندك ثاني بالنسبة للمتقاعد، لبينهم متقاعدين. نتمنى أنه الشرح كان واضح فيما يخص الملف، وكذلك ساك بريدي أيضا هذا مفروغ منه. بالنسبة لكشف نقاط البكالوريا وشهادة مدرسية، كاين طلبة سجلوا بدون كشف نقاط البكالوريا وكذلك شهادة مدرسية، أنه قبلهم عادي جدا. كذلك في حالة الوفاة، أنه دير شهادة الوفاة، اتفقنا؟ ديروا شهادة الوفاة. كذلك اللي بوي ولا الام تخدم في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مثلا الاب تاعك استاذ جامعي، دير شهاده العمل، لانه الاب تاعك استاذ جامعي، راهو هنا كاتب لك ها شهاده العمل، انه تثبت انها تنتمي او انه ينتمي الى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. بالاضافه ايضا عندك الإضافة الجديدة، هو أنه تعرف هل أنت مقبول أو مرفوض في المنحة الجامعية. إذا أنه دار لك هكذا قيد المعالجة أو في الانتظار، معنى ذلك راهم يعالجوا في الملف تاعك، وإذا داروا لك الرفض أنه يجب عليك التوجه إلى مديرية الخدمات الجامعية والله يكتبوا لك الرفض هنا. إذا ما كتبوا لكش أسباب الرفض
أن توجه إلى مديرية الخدمات الجامعية لكي تعرف أسباب الرفض. كاين اللي يرفضوه مثلا ما دارش وثيقة، كاين اللي يرفضوه لأنه الشروط تاع المنحة الجامعية ما توافقش عليه، اتفقنا. وإذا كتبوا لك مقبول هاي باينة، نتمنى أن كل شيء واضح. ما تنساوش حطوا النيميرو كون يسحقوكم والله. نتمنى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تمدد التسجيلات، لأنه معظم طلب الملفات تاعهم ناقصه. كذلك انه زادوا لكم هذه ها الحالات الاخرى، لما نتيلي شارجيوه نلقاو حالات اخرى كما هو مبين في الصوره، ها الوثائق الاضافيه الخاصه بالحالات الاخرى. حسب كل حاله دير الملف تاعك، اتفقنا. نتمنى انه الشرح كان واضح. ايضا انه الملفات راهي تظهر في الاسفل. كذلك هنا تقدر انك دير تحميل وصل ايداع طلب المنحة. هنا الإيميل ما تحطوش، حط الهاتف فقط، وما تنساش أنك تدير صافي وليس بالديون، لأنه كاين بزاف اللي داروا بالديون وغلطوا، فبالتالي المنصة رفضتهم. خليهم كما راني نديرهم أنا. ها هذه الطالبة لم تقم بالتسجيل، لا أعرف لماذا، من رغم أنه ملف تاعها راهو سهل وبسيط، تحط إلا شهادة عدم العمل تاع الأب وتاع الأم وصك بريدي. هذه طالبة لم تقم بالتسجيل، لا أعرف لماذا لم تقم بإيداع الملف كما هو مبين في الصورة. أتمنى من هذه الطالبة الإسراع في وضع الملف، لأنه ملف بسيط تاعها، شهادة عدم العمل تاع الأم وتاع الأب وكذلك صك بريدي، هذا ما كان. بالنسبة اللي جابوا الباك ليبر طلبة بكالوريا 2023 ناجحين، أنه حطوا شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي الكناس. الماستر انه حطوا الكناس ايضا، لازم ما ديروش الكازنوس، لانه مديرية الخدمات الجامعيه طلبوا منكم الكناس فقط، هذا ما كان. شهاده عدم انتساب للضمان الاجتماعي للاجراء، لانه الكازنوس لغير الاجراء. نتمنى انه كل شيء واضح. الموقع سيتم غلقه يوم الاحد، ونتمنى من الوزاره كما قلت لكم انه تمد لكم التسجيلات إلى غاية نهاية شهر ديسمبر أو منتصف شهر جانفي، هكذا يسمح بتسجيل جميع الطلبة. الطلبة اللي مازال ما دخلتهمش لابورس، أنه راح تدخلكم أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. اللي سجلوا أنه في شهر ديسمبر أو آخر شهر ديسمبر والله بداية شهر جانفي، أنه راح تدخلكم تاع تاع أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بالتالي تدخلكم ب 600. كذلك نفس الشيء مع الماستر، أنه راح تدخلكم في 3. بالنسبة لطور الماستر، أنه حد الساعة ما كانش زيادات، زادوا غير لطور الليسونس 200 ألف كل شهر. أما بالنسبة لطور الماستر، ماستر أم 195 ألف شهريا، وماستر دو عندهم 240 ألف شهريا. نورمالمون أنه يزيدوا لأصحاب الماستر أيضا، ولكن لا يوجد خبر رسمي حول طور الماستر وطور الدكتوراه. أي استفسار والله خليوا لي التعليقات أسفل الفيديو.